السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، غادي نحضر معكم واحد الشلاضة اقتصادية وزوينة وكتجي بنينة، ونتمناها تعجبكم. بسم الله، ندوزو للطريقة ولا ندوزو للمقادير. عندي هنايا الخص، ها هو غسلتو ونشفتو. عندي هنايا مطيشة، جوج حبات مطيشة. عندي هنايا حبه وحده ديال الخيار. عندي هنايا داك لا دانت فيمي، عندي غير وحده قرطه هكا. وعندي هنايا شويه لي بات، شويه البصله. وعندي هنايا هاد الخبز المحمر الكومير اللي درت فيه القزبر ومعدنوس والثومه والزبده وشويه زيت العود وحمرته في الفران. وعندي القزبر ومعدنوس والبزار والملحه. بسم الله، ندوزو للطريقه. هنايا غادي ندير الخس. هنا ندير مطيشة، وهنا ندير شوية الخيار. عندي هنايا حبة وحدة الخيار. وعندي هنايا شوية ديال لادان فيمي. ندير هنا شوية القزبر ومعدنوس. عندي هنا شويه التفاح، تفاحه وحده اللي قرط طريفات صغار. عندي حتى هي شويه. وهنايا شويه الفرماج احمر، هي شويه قرطو طريفات صغار. وعندي هنايا بصله، هي نص بصله اللي صايبت، ندير حتى هي شويه. وعندي هنايا هاد لي بات، هادو درتهم حتى هما يجيو زوينين في الشلاضة. وهنايا عندي هذاك الخبز. صافي، هي الشلاضة ديالتنا واجدة. دابا غادي نوجد لاصوص فينيغريت. لاصوص فينيغريت غادي ندير شوية الملحة. هنا عندي البزار، شوية البزار، وهنايا شوية الملحة. وعندي هنايا الخل، غادي ندير معلقة صغيرة عامرة مزيان. وعندي هنايا لا موطارد، ندير معلقة عامرة مزيان ونحرك هادشي مزيان. عاد ندير الزيت. صافي، ندير لاصوص نزعها هكا. نزيد شويه هاد الشي اللي باقي عندي، فرقو هكا شويه. نزيد شويه الشلاضه ديال المطيشه. نزيد عاود ثاني شوية هاد الشيط الخيار. ونزيد هاد التفاح اللي بقى. ونزيد هاد الشيط الفرماج. وهنايا هاد لي بات نزيدهم حتى هما شوية من الفوق. وهنا
هنايا هذا الخبز شويه حتى هو نزيده شويه. صافي ونكمل هاد لاصوص كلها اللي بقات. ها هي الشلاضه ديال اليوم اللي وجدت معكم، ها هي ساهله واقتصاديه وتتوجد في الحين. نتمنى تعجبكم، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.